إلى الجزائر، حيث تعقد اليوم لجنة الحوار والوساطة الجزائرية اجتماعها الثاني سعيا للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. أكد منسق اللجنة كريم يونس أن العديد من الشخصيات الوطنية قد استجابت للدعوة التي وجهتها اللجنة، كما جدد موقف اللجنة الداعي إلى تجسيد إجراءات التهدئة خلال هذا الأسبوع كشرط أولي لبداية الحوار. يذكر أن لجنة الحوار قد عقدت الأحد الماضي اجتماعها الأول ووجهت دعوة ل 23 شخصية للانضمام لها بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني اجتماع ثاني للجنة الحوار والوساطة الجزائرية في محاولة الوصول إلى صيغة أكثر يعني تفاهمية بين الأطراف المختلفة والخروج من مأزق، يعني خلينا نقول عدم وجود قنوات اتصال أو اتفاق على يعني نهج واضح لتسيير الفترة الحالية حتى الوصول إلى موعد الانتخابات مع يعني مع الرئيس التونسي المؤقت عبد القادر بن صالح من ناحية. يعني ما الذي نتوقعه من الجولة الثانية، وهل يمكن التعويل على اجتماعات لجنة الحوار والوساطة الجزائرية للوصول إلى حلول قادرة على التعامل مع الوضع الحالي في الجزائر؟ نعم طبعا، بعد التحية، أولا لجنة الحوار هي طبعا هي لجنة أحسن طبعا خيار أعضائها، وأحسن أيضا تدشينها من البداية حتى يتم إجراء حوار وطني بين كل القوى السياسية والأحزاب وقوى المجتمع المدني في الجزائر. طبعا عند بداية طبعا تشكيل اللجنة كان هناك اعتراضات، يعني بدأت الاعتراضات منذ تشكيل اللجنة على بعض الأسماء وبعض الشخصيات داخل هذه اللجنة. طبعا هذه اللجنة يعني ليست لجنة مغلقة، بمعنى أنها لجنة قابلة أيضا لإضافة أسماء أخرى، وهناك العديد من الأسماء التي طرحت كما أشرت حضرتك، لكن المشكلة حاليا أن بعض القوى في الجزائر ما زالت تتمسك بأن هذه اللجنة هي لجنة لا تمثلهم، وهي لجنة ربما تضم أشخاص، هؤلاء الأشخاص غير مقبولين من جانب بعض الفئات في الجزائر. لكن السؤال العريض اللي يطرح نفسه، هل كل الأسماء التي طرحت في لجنة الحوار هل لابد أن يكون هناك توافق أو إجماع حول هذه الأسماء؟ أعتقد ليس هناك إجماع على أحد، بمعنى أن كل شخصية أو كل ربما اسم من هذه الأسماء له مؤيدين وله معارضين، وبالتالي هذا شيء طبيعي في كل المجتمعات وليس الجزائر فقط. لكن هنا المسألة الأكثر ربما حدة والأكثر تأثيرا هو دور هذه اللجنة ومدى استطاعت هذه اللجنة بأن تلتقي بكل الجماعات في الجزائر وكل الأحزاب في الجزائر حتى يتم ربما الوصول إلى صيغة توافقية، سواء فيما يتعلق باشتراطات الانتخابات وموعدها، سواء فيما يتعلق أيضا بالمرحلة الانتقالية التي ربما شهدت نوع من البطء نتيجة طبعا تشكيل اللجنة ثم بعد ذلك ربما الاعتراضات. أنا أخشى أن مثل هذه الأمور تمثل أو تكون ربما حائط أو عائق ربما يعيق موضوع استمرار العملية السياسية كما خطط لها أو كما رسم لها في الجزائر. طيب نعم. قبل أن أتحدث وأنت أشرت دكتور محمد إلى دور اللجنة وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف، دعني أتحدث أولا عن قوام هذه اللجنة والشخصيات الممثلة فيها والأطراف التي تمثلها هذه الشخصيات. يعني طبعا ذكرت أنه وهذا بالتأكيد أمر مفهوم أنه قد لا يتفق الجميع، يعني المشهد السياسي مختلف ومتعدد الأطراف وبالتالي قد لا يوجد إجماع، لكن هل تستطيع هذه اللجنة بقوامها الحالي بما تمثله من أطراف أن تكتسب قدر من الشرعية والمقبولية يمكنها من القيام بهذا الدور، دور التواصل، وبالتالي يصبح ما تقوم به من جهود أيضا لها قدر معين من الشرعية والمقبولية لدى جموع الشعب التونسي؟ نعم الشعب الجزائري. نعم الجزائري طبعا أعتقد طبعا أن الأسماء المطروحة حاليا، يعني بعض هذه الأسماء كان يمثل ربما بعض القوام المجتمع الجزائري او السلطه الجزائريه في يوم من الايام، يعني بعض هذه الاسماء كان يمثل مجلس الامه، بعض هذه الاسماء من فقهاء القانون الدستوري، بعض هذه الاسماء من اساتذه كليه التربيه، يعني اعتقد ان اللجنه مشكله من كل اطياف المجتمع الجزائري ومن كل الطبقات في المجتمع الجزائري، وبالتالي وكما شرحت حضرتك ان اللجنه ليست مغلقه بل لجنه مفتوحه قابله ايضا للاضافه والحذف. انا اعتقد ان اللجنه بقوامها الحالي هي قادره على اجراء حوار مجتمعي شامل مع كل القوى السياسيه في الجزائر، بمعنى ان لو استعرضنا الشريحه الاكبر في الجزائر تجد ان هناك اجماع حول هذه اللجنه، لكن المشكله ان المعارضه، وانا اخشى ان المعارضه يكون لها اهداف اخرى غير ربما اعاقه لجنه الحوار، بمعنى ان المعارضه ربما يكون لديها معارضه من اجل المعارضه فقط او معارضه من اجل استهلاك الوقت ربما
بالظبط استمرار طبعا حاله السيوله او حاله ربما اللا استقرار التي تشهدها الجزائر حاليا. طبعا هناك طبعا دعوات من بعض القوى خاصه الطلبه واساتذه الجامعات للتظاهر ايضا في الشوارع او في الشوارع الجزائريه احتجاجا على عمل اللجنه. انا يعني السؤال الذي يطرح نفسه، اليست هذه اللجنه ممثله او مشكله من بعض اساتذه الجامعه ان هم زملائهم في الشارع الجزائري؟ لماذا اذا الاعتراض؟ يعني هل المفروض ان تكون هذه اللجنه مشكله من كل بيت في الجزائر مثلا على سبيل المثال حتى يتم ارضاء كل المجتمع الجزائري او كل القوى السياسيه في الجزائر؟ هذه اللجنه ليست ربما لجنه منوط بها ربما تشكيل دستور، هي فقط لجنه للتحاور ولجنه ايضا للتشاور بين كل القوى السياسيه في الجزائر حتى يتم الوصول الى صيغه توافقيه حول المرحله المستقبليه سواء فيما يتعلق بمواد اجراء الانتخابات الرئاسيه، الاطراف المشاركه في هذه العمليه وما الى ذلك، والشروط ايضا التي تنطبق على اي مكان سيترشح لكي يقبل ملفه في الترشح. شكرا جزيلا لك دكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف.